مرحبا، مساء الخير للجميع. اخباركم شنو؟ ان شاء الله كويسين. اول شيء ما تستغربوا لانه انا معي ماسك. انا اليوم اخذت ماسك لانه في السوق في مول كبير، مول بتاعت اسمه شاتلي، يلا هنا اوبليغاتوالو ماسك، عشان كده انه انا اخذت الماسك. قلت شنو هوريكم المول، يعني هوريكم المول، هوريكم الاسواق، اسواق بتاعنا هنا في باريس وكده. طبعا يمكن تشوفوا من بعيد من ورايا قاعد يحصل شنو، لكن على كل حال انا قاعد اصور لايف وان شاء الله هوريكم المول. الناس زحمه جدا وفي كورونا وفي كل شيء، لكن شنو ده مول، عباره عن مول واسواق. انا هوريكم ليه عشان تشوفوا كده. مساء الورد. طبعا ده المول عباره عن مول كبير هنا في منطقة اسمها شاتلي في باريس. ده مكان طبعا للناتوريل، حاجات كريمات، حاجات كده للنسوان. ده مول يعني هنا طبعا، لانه بتلاقوا كل الناس لابسين كمامات زي ما قبل وريت كله. ده مكان مغازة بتاعت رجال زي ما شايفين. ده محلات حلويات كتير سمحة شايفينها، يعني حاجة ناتوريل وسمحة. طبعا هيدا عندنا في باري اللي هو باريس، منطقة اسمها شاتلي او مول في شاتلي، هي منطقة يعني في المول اسمه شاتلي. هنا عبارة عن حاجات سمحة جدا، ممكن تشوفوها، حياة جميلة عندنا ليه. أنا أشوف ده حاجة كده بتجنن. أنا طبعا اليوم طلعت معايا الأولاد. هنا طبعا محل بتاع البوظة، ناس واقفين صف عشان ياخدوا كده. قلت بس أعمل بقى هنا بتي سوري. ده محلات رجالية، محلات رجالية خاص بالرجال، وطبعا هنا يعني ما غالي كتير 50% عاملين لانه موجود الكورونا كده. انا ما اعرف اولادي اختفوا. طبعا محل النساء شايفين، اذا مكان كده ده قارب كده حلو، حاجة كده سامحة ممكن تشوفوه. وطبعا هاي مكان كمان عائلي يعني كده، حاجات نسائية يسوقوا. اوكي هنا شايفين ده محلات للمجوهرات زي ما شايفين كده، حاجة سمحة جدا كل شيء للمجوهرات يعني كده. دي محلات البنات اللي بيهتموا بالكريمات اسمه كيكو. تجي كده فاتحان جديد، محل سامح جدا. انا بس حابة افسحكم معانا يعني انه زي ما قاعدين نتفسح. ده مول داخل المول هاي في باريس، محلات للنساء للتياب. شايفين طبعا ده سكرتي مننا وفينا زوق البشرة هنا. ده شارع شايفين، هنا محلات ممكن انت تطاقت فيها كده. طبعا مش هنا، مش اكتر شيء للرجال، ابل اولى. اوكي محلات للرجال يلا بنت فسحكم شوية معي. محلات بتاع مجوهرات حلوة، شركة دي مكان هنا، حاجة سامحة جدا. مو ضروري يكونوا يعني محلات سامحة للمجوهرة، بالذات أنا مرة محلات المكياج. طبعا ده الشركة هنا بتاعت مكياج اللي أنا بحبه، مفضل لي البنات اللي بيحبوا ده هنا فوق. ده يمكن المكان مكياج اللي قاعد يشتري فيه المكياج أنا. هنا طبعا هدوم
بيوريه للنساء حاجات صح حقيقة كده. يا مساء الورد وي جيبي مي با رابيد مو كوم سا. طبعا حاجة تسمحة انا بس قلت افسحكم شوية معي وبعدين برجع. جبتكم هنا طبعا محلات طبيعية جبال ذاتي شفتوا محل كريمات طبيعية الناس اللي اوه لا لا تيبوبا اخبار 100% الحمد لله. زي ما قلت لكم قاعدة في البيت و عندي عطلة مدة اسبوع من الشغل وكده يعني بطلع مع الاولاد بشوف محل ملفت كده احيانا بشارككم معاه يعني وكده. ده مول فيه كل شيء كل شيء في اسواق في ميلو ميادا اللي تقدروا كم ساعة انبو مونتري هنا يمكن تنزل بالاسانسير لكن احنا ما دارين ننزل. البارتي تو دور اللولاسي اي لغوبيا هنا محلات طبعا سبور باريس انجرما يعني حاجات للسبورتيف فوتبول وكذا الناس اللي بيحبوا فوتبول طبعا. حاجاتهم هنا في المكان ده يعني كل شيء بخص الفوتبول هنا طبعا. فانيلا هنا كده جوا احنا دارين نشتري يعني نتفسح ان شاء الله بعدين نكون دارين نشتري نخش محامل لايف طبعا. وهنا جنب البارز بتاع جرما طبعا في ناس بيكونوا اصور زي دي ما سمح الله يخليه ولكن هنا طبعا عندنا عادي ده قاعدين يعملوا دعايه فوق. اوكي طبعا نوبس ساعات ساعات طبعا هنا شايفين ساعات دي كيف سامحه كيف الناس اللي بيحبوا ساعات ده حلات للساعات. ليه ما عجبك؟ ما مشكلة هلا هقفل إذا ما عجبنكم. المهم نحن نتفسح في باريس في مول داخل المول قبل ما نشارككم في فات إذا ما عجبك ما مشكلة. شكرا شكرا. أو لا لا ما في مشكلة يا سيدي هشتري لك الساعة. ده طبعا HM شركة كتير مشهورة لتصميم الملابس وتصميم كل شيء. دي كمان هنا عندهم محل عندهم أمباو كده تعرفين يعني الناس مليانة حندل. شفت ده الاشم عندهم كل شيء كنبايات حاجات عدة حاجات صحة جدا. احنا شايفين زي ما شايفين الناس نازلين ملابس نسائية حلوة السلامية جمعية من أشم. طبعا عشان دار تخش لازم تمسح يدينك بالجيل شفتوا يعني خدتين الجيل هنا قبل ما تخش تعمل يدينك بالجيل وتخش وتخش ساكت عشان هتحبش وكده. اوكي دي السكوريتي طبعا انت لو ضعت من الاوبيرو ده او المكتبة الصغيرة ده انت لو ضعت يمكن تسألهم يوروك الناس اللي بيجوا سياحة ديل من يكونوا ضاعين بيسألوا يقولوا يعني. تمام يا سيدي حاديك حامل لك حدية اختار بس انت انا قاعدة اوريكم المكان انت اختاره بس يلا يمكن شوية كده اطلع على برا اوريكم
كبرت المال المول كيف يعني. امبالو سينما با فالر قادس كي افيت فيلم اون اون با مي سي فات تل كوتي سي لوت كوتي اون با اون ستا نو اون بو بلا اون باو اوكي شفتوا ناس اون اليو اوكي تفسحوا شوية مع أنا في باريس خلاص لو كان بالعين اللي كانت فيلم العيال كده قاعدين يعملوا مشاكل قاعدين يقولوا هم دايرين ياكلوا وبعدين عندهم سلم فيلم دايرين يشوفوا دايرين نمشي صالة بتاعت السينما اذا كانت مفتوحة ولا لا عشان نمشي يحضروا يعني فيلم ومباو كم ساعة وكم بيتس كل كوتي من يدا كل كوتي ومبالي كل كوتي شبا لو فيلم لو سينما كم ساعة قال دي سينما واي On peut aller comme ça. طبعا انا اولادي مصرين انه يا نمشي نحضر فيلم شفتوا ده مكان سي كو سان فيت مي جي تي فاك سي نوفو شوز اليكتريك سي لا كل شيء بتاع اتليت ouais de livres de tous ah ouais d'accord يا سلام ناس الجزم انا بموت في الجزم طبعا من الحاجات حاجات ها وي كو اوكي شجر القعده نظيف مرتب كيف شوف ها انا perdu quoi هنا محل الجزم شفته يعني هاي الشنط اسم الشركة ها حاجات صحة حاجات رجالية ونسائية نسائية كمان هنا شنط صغار أتصيا هنا صيدلية هنا في وسط ذاته في صيدلية نفسها عشان إذا دار يدار يشتري شيء يمكن وكده طبعا أكتر شيء المكان ده بالذات لما يكون في سكرتي حتى في محل الصيدلية عشان يشوف ماشي كيف الأمور انا لانه قاعد اصور اوريكم حاجات سمحه يعني عشان كده انا ما زهره قبل كنت زهره لكن ممكن ارجع اصحر نفسي لاني انا هي هي زهره معاكم اخذت كمامه لانه هنا ممنوع الكمامات بدل الكمامه ممنوع شايفيني اولا لا اني اتخبى اولادي انا يعني كده انا هنا بالكمامة من غير كمامة ممنوع مانع باط ما بدخلوك حتى بس كده قلت شنو اولادي هم شوف يعني هم دقيقة اسألهم اسكو تبو دي بوجوك مجي هم رافضين لكن ان شاء الله مرة كده حنيسون اطلع لان هم رافضين من الناس اللي ما بحبوا النظارات دي تحطهم فيه الناس اللي بابا ما بحب يطلعوا بعد هسه ما شاء الله دايرة ما بحب يطلع أبدا لكن إن شاء الله أنا هطلع مرة كده حنوصهم عشان يطلعوا كده يعني دي أنا طبعا تمام يا سيدي ما في مشكلة هسر لك الجزلة وكده أنا حابة أوريكم يعني المكان بس كنتوا أنا ما كل يوم قاعدة أطلع يعني تشوفوني وكده عشان كده حابة أوريكم بس
والمكان وكده. يا هلا يا هلا. النظارات بتاعتي برضو قاعدين كويسين. طبعا ماركة سمحة ما أي حاجة. هذا راني مكسره كمان. أوريكم. شكرا شكرا. مكس كيس باسا ما بيكونش شون خمسة. شكرا شكرا يوسف. ممكن اوريكم الشركة دي اسمه مانجو. شكرا. شركة ملابس كويسة. شكرا شكرا لكم كثير مع الكمامة طبعا اليوم دي. والله جميلة لكن شنو الكمامة. شكرا شكرا شكرا. جوايز دي اكيد. ميرسي بوكو. بونجور بونجور. بدي جالسة عليك ماشي قلبة. Pourquoi c'est retourné pas? J'essaie de retourner. Voilà. Je pense que Gina Marine Mina. C'est Gina Marine de Jaïka. حلات للهدوم سامحين. المهم شكرا لكم كثير للمتابعين. وانا قلت بس دار اوريكم انه انا في مول ووريكم شوية كده فسحكم معي شارككم معي اللايف وكده. وحعمل حوقف اللايف لانه الاولاد ذاته دارين ياكلوا لانه شو مكان ناكل فيه ونمشي نشوف حكاية الفيلم ده كيف. كان في سينما فوق هناك نطلع له بالدرج ده كده عشان نمشي نشوفه. وبشوفكم بعدين عشية لانه هعمل درس باللغة الفرنسية. تشاو.